جميلة يا بلدي بنعم الكتيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها عليكي، وكمان جميلة بشعبك اللي مليان نماذج مشرقة بتأكد لكل العالم من خلال جهدها وتعبها وشقاها إن مصر دايما جميلة يا بلدي. يا مصر بحبك، بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي. وفكر كل مشاهدينا بصفحتنا على الفيسبوك اللي ظاهرة مع حضراتكم على الشاشة. بعد الفاصل بنتوقف مع فقرة السوشيال ميديا اللي من خلالها بنختار أجمل وأفضل الأخبار اللي تم طرحها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء داخل مصر أو خارج مصر، واللي بالتأكيد ممكن نستفيد بيها ونخليكي دايما جميلة يا بلدي. أول خبر معانا في حلقتنا النهاردة هنروح من خلاله لنيو مكسيكو الأمريكية، والحقيقة هنشوف معاكم مهرجان العمارة اللي أقيم هناك. العمل أو المجسم دوت الحقيقة اتشارك في صنعه وتنفيذه اتنين، شركة دهانات ومكتب معماري، الاتنين قدموا هذا النموذج الرائع، والناس زي ما حضراتكم شايفين مستمتعين جدا وبياخدوا بيلتقطوا صور فوتوغرافية لتواجدهم داخل هذا المجسم. طبعا زي ما هو واضح كمان تم استخدام العديد من علب الدهانات البلاستيكية الفارغة، يعني نوع من أنواع إعادة التدوير لهذه العلب، ولكن في النهاية المنتج رائع للغاية. والخبر الثاني معانا خبر يسعدنا للغاية، لأنه أحد المواطنين الأمريكيين وهو موجود في زيارته لمصر قرر أنه يعترف بحبه ويتقدم للزواج من حبيبته أمام الأهرامات وأبو الهول، والحقيقة قرر أنه كمان يسجل اللحظات ديت بصور فوتوغرافية بالتقاطها لي وليها أمام الأهرامات وأبو الهول، وطبعا وضعها على صفحته من خلال الفيسبوك. ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يعني اختلفت طبعا تعليقاتهم ما بين ناس فرحانين كمصريين انه هذا الحدث يكون امام الاهرامات وابو الهول، وناس تانية طبعا كانت شايفة انه لفت نظرها الخاتم اللي تقدم، لفت نظرها فرق اللون ما بينه وما بينها، يعني الحقيقة تعليقات كانت كتيرة جدا، لكن في النهاية الناس كلها كانت فرحانة ومبسوطة انه ده نوع من انواع الدعاية الرائجة الجميلة جدا لبلدنا مصر الحبيبة. والخبر الثالث هو خبر خاص بطالبات كلية التربية النوعية اللي قاموا بعمل فني رائع، مبادرة بعنوان لون حيطان الحياة ودهنها بالبهجة. مجموعة كبيرة من الطالبات في كلية التربية النوعية قرروا ان هم يلونوا الكباري، واحنا طبعا عندنا كباري كتيرة جدا منتشرة في ارجاء المحافظات المختلفة، فقرروا ان هم يلونوا هذه الكباري بالوان مبهجة للغاية وباشكال فنية ولوحات فنية. الحقيقة طبعا جذبت انتباه كل المحيطين بيهم وكل اللي بيعدوا عليها، ودي تجربة اعتقد ان هي تستحق مننا كل التقدير وكل الاحترام، ونتمنى ان هي دايما تكون في ازدياد. ووصلنا مع كل مشاهدينا لفقرة الفيديو القصير، والنهاردة هنشوف ونتابع معاكم فيديو بيتكلم عن أهمية التعاون والتكافل الاجتماعي وازاي ممكن يعني نغرس ده داخل أطفالنا الصغار. نشوف مع حضرتك. حلقتنا النهاردة من جميلة يا بلدي هنتعرف مع كل مشاهدينا على فعاليات معسكر إعداد القادة، وهيكون معنا الأستاذ حسين الصادق هو أحد المشاركين في هذه الفعاليات.
شارك 16 طالبا من جامعة بنها في معسكر إعداد القادة، حيث كان هناك كثير من الجامعات المشاركة في هذا المعسكر. يهدف المعسكر إلى خلق شباب قادر على القيادة، شباب قادر على التفاعل والعمل داخل المجتمع. أقيمت العديد من الندوات التي تخص استراتيجيات الأمن القومي وحروب الجيل الرابع وغيرها لتثقيف الشباب سياسياً وتنمية روح الولاء للوطن. وكانت هناك أيضاً ندوات أخرى تخص نصيحة الشباب عن خطورة الإدمان وكيفية مواجهة هذه المشكلة ودور الدولة في محاربة هذا الأمر. ويعد المعسكر بمثابة تغيير جذري في تغيير الشباب للأفضل من خلال الحث على حب الوطن. نرجع مع كل مشاهدينا، وبرجع أرحب كمان بضيفي اللي هيكون معي في حلقتي النهاردة واللي هيكلمنا عن معسكر إعداد القادة اللي هو كان ضمن المشاركين في فعالياته. معنا الشاب حسين الصادق، أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا انت نموذج للشباب الكتير اللي بيشارك في هذا المعسكر، لكن خلينا في البدايه نتعرف عليك اكتر. انت بتدرس ايه؟ انا طالب في كليه التجاره، طالب بالفرقه الرابعه جامعه بنها. انا رئيس اتحاد كليه التجاره والمنسق العام لطلاب من اجل مصر عندنا في الجامعه. كويس قوي. طب احكي لنا بقى فكره المعسكر وازاي انضميتوا انت ومجموعه من زملائك فيه. هو المعسكر اعداد القاده موجود في حلوان، معسكر اعداد القاده بحلوان. هو كان الوفد بتاعنا من جامعه الجامعات مصر كلها عموما بتشارك فيه. فجامعه بنها كانت موديه 16 طالب، فكنا احنا 16 طالب من جامعه بنها، فروحنا طبعا المعسكر. المعسكر يعني هو هدفه اصلا بيخلق كوادر شبابيه تقدر تتخذ قرار، تقدر تكون بناءه قادره على العطاء داخل المجتمع. بيخلق مننا شباب فعالين داخل المجتمع، مثلا ان احنا نقدر نشتغل ونطور من نفسنا، نبني ونعمر، نقدر نفكر، نقدر نبني خطه لحياتنا المستقبليه. بيخلق مننا شباب فعال، يعني مش هو شباب مثلا متكاسل ويقول انا عايز الدوله تعمل لي، لا هو بيخلق مننا شباب عاوز ينهض بالبلد. فهو بيعمل مننا، بيخلق مننا انسان قادر على العطاء داخل المجتمع. طبعا من خلال الندوات التثقيفيه اللي كانت بتدهلنا هناك، كان في ندوات تثقيفيه مختلفه سواء سياسيا اجتماعيا رياضيا، وكانت في هناك مسابقات برضو مختلفه. وتمام، هو حتى هناك في المعسكر كنا بيصحونا من الساعه 6:30 تقريبا عشان الصبح نعمل تدريبات لياقه لينا، وبعدها نروح نفطر، بعد كده نرجع ندي التمام، بعد كده نحيي العلم. فطبعا كان من ضمن برضو في المعسكر كان بينمي فينا روح الولاء والانتماء للوطن. فهو بالتالي كان يعني هو كانت فتره يعني حوالي 4 أيام كانوا في غايه الروعه والجمال. هو فعلا غيرتني كتير وغيرت الشباب كلهم للافضل. يعني انتوا بس بتقضوا 4 أيام فقط؟ هو كان من يوم 8 ليوم 11، من يوم السبت ليوم الثلاث. تمام. طيب يعني اديني فكره عن الاعداد اللي موجوده داخل المعسكر، في ناس اخذت قبل كده الدوره ديت، يعني ادينا معلومات اكتر عنها. ده هو اصلا كذا فوق، يعني ده احنا كنا يعني ده كانت بتبقى افواج. وبعدين مش جامعه بنها بس اللي بتشارك، ده حضرتك حوالي 20 او 24 جامعه بتشارك. وكل جامعه مثلا بتجيب، في جامعات مثلا كانت جايبه 20 طالب، في جامعه النهضه كانت جايبه 40 طالب، ففي الجامعات كتير يعني. ده هنا بنتكلم عن شباب وفتيات ولا؟ شباب وفتيات. المعسكر لازم يكون فيه شباب وفتيات. تمام. طيب فكرة إعداد القادة من وجهة نظرك يعني يا حسين بتشوفها إزاي، وإيه اللي أنتم محتاجينه فعلا يعني كمواصفات خاصة عند كل واحد فيكم عشان يبقى عنده القدرة على أن هو يكون في المستقبل قائد يعني؟ هو حضرتك عشان الانسان يعني عشان اللي هي حاليا الدوله اصلا ماشيه، هي بتخلق مننا كوادر شبابيه. أي. زي مثلا الموجود البي ال بي برنامج التاهيل الرئاسي. تمام. فده طبعا يعني حاجه غايه الروعه، ان هي بتخلق من الشباب ان هو في يوم من الايام يكون محافظ، يكون وزير، يقدر يكون في موجود في منصب سياسي، منصب في الدوله، يقدر ياخد قرار، يقدر البلد تعتمد عليه، يقدر يحط خطه تنهض بالبلد، تنهض بالمجتمع. فهي البلد ماشيه في اتجاهات كتيره. صحيح. جدا، من ضمنها ان هي بتهتم بالشباب وان هي رب فينا وبتخلق تمكين الشباب، تخلق فينا روح القياده. اصل مش اي حد من الشباب يقدر يمسك مثلا منصب ويتخذ قرار، مش ان هو مثلا يبقى مسؤول عن موظفين ويقدر ياخد قرارات حاسمه مثلا في حياته. فطبعا لا، البلد ماشيه من يعني البي اللي بي دي حاجه جميله جدا. اما بالنسبه احنا كطلبه جامعات، المعسكرات اعداد القاده كتير، من ضمنهم معسكر اعداد القاده بحلوان، ده معسكر رائع جدا. هو بيخلق مننا شباب قادر على اتخاذ القرار، بيطور مننا، بيطور من مهاراتنا سواء فنيا اجتماعيا ثقافيا رياضيا.
رياضيا في المجالات مختلفه عموما يعني، فتبقى دي بتبقى حاجه كويسه جدا للشباب ان هي بتنمي فيه روح الولاء وللوطن. طيب احنا هنخرج فاصل معاك مع كل المشاهدين عشان نسال الناس برضه هم شايفين فكره اعداد القاده دي يعني بتحتاج لايه، وايه اهم يعني الخطوات اللي ينبغي ان هي تتخذ عشان نوصل في النهايه ان احنا ناهل شباب كتير جدا هم يكونوا قاده المستقبل. نشوف معاك. شبابنا يكون قائد من الصغر، من اول ما يتولد يتعلم يعني من اول ما يكون طفل صغير يتحمل المسؤوليه. الاب عليه دور كبير والام عليها دور كبير ان يخلوا ابنهم يتحمل المسؤوليه، لو اتحمل المسؤوليه هيكون قائد في المجتمع ده. اول حاجه المفروض في المدارس او في التعليم ان انا ازاي بقدر اعلم الطالب او الطفل الصغير ده ان هو يبقى ملتزم، مثلا ملزم ان هو او مش ملزم، مكلف ان هو يشوف الفصل، يعني يشوف انضباط في الفصل، ازاي في الملعب يكون منضبط مثلا، اعلمه ازاي يبقى قائد، ازاي يقدر يحكم ماتش. اخلي مثلا ابني برضو يعني اعلمه ازاي مثلا يعني يبقى ليه كلمه وليه وضع معين، مثلا في الجامعه يشترك مثلا في اسر يبقى مثلا قائد في اسره، مثلا في الجامعه برضو ابني كان بيروح برضو يعني ياخد كورسات وكده، كيفيه مثلا يعني القياده والتوجيه وكده. شبابنا لازم من النشء من البيت يبدا في البيت والتربيه، ويبدا من المدرسه من مرحله التعليم الاساسي والاعدادي والثانوي والجامعه. اولا بالتعليم، ثانيا بالوعي والتفكير، وفي في دورات تدريبيه للشباب على القيادة. عشان تعمل من الشاب قائد وليه شخصية قوية تبدأ الأول من الأسرة. الأسرة تقوم بتربية الطفل التربية السليمة والنشأة السليمة، وتصبح الأسرة هي النواة الأصلية والأساسية في تكوين شخصية الطفل. نرجع مرة تانية وحسين قولي يعني المجموعة أو الشباب عموما اللي بيشاركوا في المعسكر ده هم اللي بيروحوا يطالبوا أن هم يشاركوا ولا هو بيتم اختيارهم بناء عليه؟ هو حضرتك طبعا الوزارة بتبعت للجامعة، والجامعة من خلالها طبعا بتبعت لإدارة رعاية الشباب في كل كلية، ورعاية الشباب طبعا بترشح مثلا 3 طلاب أو 4 طلاب على حسب، يعني هو مثلا طالبين عدد 16 يبقى كل كلية لها نصيب مثلا طالب او اثنين، فكل كليه مثلا بتعلن والطلاب بتروح تقدم، فبيتم اختيارهم بناء على ذلك وتودي الاسامي لاداره الجامعه. يعني الكليه هي اللي بتختار، هي اللي بترشح ناس معينه. لا هو حضرتك دلوقتي اداره الجامعه بعتت لرعايه الشباب اللي موجوده في الكليات، فطبعا رعايه الشباب عند في الكليه ليها بيج على الفيس، فبتعلن عنها وبتعلن في المدرجات. ماشي، وفي ناس كتيرة بتقدم. تمام. بيختاروا مثلا 2 3 4 على اساس ايه؟ هو حضرتك يعني لو في ناس كتير قدمت فنفترض مثلا عدد كبير قدموا، فهو يختار طبعا الناس اللي هي اصلا ليها نشاط واللي هي شغاله وليها وجود في الكليه اللي هتمثل جامعتها يعني بشكل كويس. يعني نعتبر ان نشاط اتحاد الطلبه ده هو النواه اللي ممكن تساعد حد في المستقبل ان هو يخطو الخطوات دي في سبيل انه يبقى قائد في يوم من الايام. بالظبط كده، بالظبط كده، لان انت طبعا لما بتشارك في نشاط الطلاب بتفتح لك مجالات كتير، بتفتح لك تستفيد من رؤى وافكار ناس ثانيه كتير، بتفتح لك انك تروح فعلا تحضر معسكرات وندوات ومؤتمرات. يعني مثلا احنا في الفتره اللي فاتت دي اختاروا مثلا عدد من الطلاب ان هم يحضروا المؤتمر بتاع الشباب اللي هو الماضي، وانا كنت من ضمن الطلاب اللي حضرت المؤتمر ده، فطبعا بتبقى بتخليك ليك الاولويه انك تروح حاجات كتير، ان الجامعه طبعا مش هتطلع اي طالب، هي بتطلع الطالب اللي هيمثلها. صحيح. واللي هيشرفها. صحيح. فاللي هو متواجد على ارض الواقع واللي هو شغال وله لمسه في اللمسه فعاله في الجامعه. طيب انت اكيد لامس فكره انه يعني لازم يكون عندك مواصفات معينه عشان تكون في المستقبل قائد، وفي حاجات انت بتكتسبها من خلال بقى مشاركتك في معسكرات زي دي او في برامج مختلفه ممكن تدخل فيها. قول لنا ايه المواصفات اللي ينبغي تكون موجوده في اي حد بيفكر في انه يقود في المستقبل، وايه اللي ممكن تكتسبوه من خلال تواجدكم داخل المعسكرات؟ طبعا هو اللي عشان الانسان يكون قائد وقائد ناجح كمان لازم يكون عنده شخصيه، لازم يكون عنده كاريزما وحضور، لازم يكون مثقف، لازم يكون قادر على اتخاذ القرار، لازم يقدر يتعامل مع تيم الفريق العمل بشكل كويس وانه يحفزهم. طبعا ده الجامعه بتوفر لنا ده في ايه؟ من خلال المعسكرات والندوات اللي احنا بنحضرها. يعني حضرتك مثلا في معسكر اعداد القاده بحلوان لما احنا رحنا احنا فعلا اتعلمنا ازاي نكون قاده ناجحين، اتعلمنا فعلا الصحيان بدري ان نحافظ على الوقت، اتعلمنا ازاي نحيي العلن بكل ولاء وانتماء، اتعلمنا ان ازاي نتخذ قرارات، لان كنا مثلا بيعملوا ورش عمل وكل جامعه بترشح طالب وتقول فكرتها وارائها، فهي طبعا ده كله بيربي فينا روح القياده.
طبعا خدنا هناك دوره مهمه جدا. كمان فكره ان انتوا كنتوا من اكتر من جامعه دي ساعدت ان يبقى في تواصل. طبعا طبعا بقى في تبادل من الرؤى والافكار، وخدنا هناك دوره كويسه جدا 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 كان اسمها تي او تي اللي هي دوره تدريب المدربين. طبعا دي كان اثنين من كل جامعه بياخدوها، كانت طبعا دي دوره ممتازه جدا جدا. يعني حضرتك اصلا هي موجوده بره في عين شمس مثلا بمبلغ كبير جدا، يعني حوالي 4000 جنيه، ولازم تعمل انترفيو عشان تتقبل في الدوره دي او لا. طبعا ان الدوله توفر لنا حاجه زي دي يعني الشباب، دي اكبر حاجه واكبر ميزه ان بتقول للشباب اشتغل انا تمام. بوفر لك كل حاجه ومهيد لك ده كله. فطبعا ان الانسان في طبعا الانسان ممكن يتولد قائد، لكن في بتبقى صفات مكتسبه من خلال الندوات والمؤتمرات، من خلال تبادل الرؤى والافكار، من خلال الاعداد والاجتماعات اللي بتحصل، من خلال مشاركتك في الانشطه الطلابيه والاسر. ده بتخلق فيك وبتكتسب منها حاجات جديده، حاجات مفيده وجديده جدا، انك تخليك في يوم من الايام تبقى محافظ، تبقى وزير، تبقى رئيس جمهوريه. طيب احنا هنخرج فاصل معاكم مع كل مشاهدينا ونرجع نكمل حوارنا بعد الفاصل. برجع مرة تانية مع ضيفي حسين الصادق. يعني انتوا بالتأكيد بعد ما اخدتوا او دخلتوا المعسكر ده، لما خرجتوا اكيد كان عندكم مشاعر واحاسيس مختلفة جواكم داخليا، عندكم احلام طموحات، وكمان فكرة تواصلكم مع غيركم من الشباب اكيد اتغيرت. يعني انتوا ممكن تكونوا سفراء يعني لبرامج زي دي ومعسكرات زي دي بتدعوا ليها غيركم من الشباب. طبعا احنا من ساعه ما جينا المعسكر واحنا ان شاء الله متفقين ان اول ما تبتدي الدراسه ان احنا نعمل ندوات وتوعيه عن اللي احنا استفدناه، ننقل اللي احنا استفدناه للطلاب. يعني مثلا في طلاب ما راحتش فاحنا نفيدهم، يعني ده برضو ده كانت من ضمن التوصيات اللي احنا هناك، اللي احنا استفدناه نيجي نعلم غيرنا عشان الفايده ما تقفش عند شخص معين. لا، ننشر العلم والفايده اللي احنا اتعلمناها، عشان ده كله هيساهم ان احنا مثلا نخدم المجتمع ونخدم الدوله يعني بشكل عام. طيب انت بتشوف، يعني انت كشاب بقى في وسط غيرك من الشباب، احنا بنقول ان ده وقت فعلا، يعني حتى القيادة السياسية العليا بتدعو لفكرة تمكين الشباب وعايزين يأهلوكوا بشكل جيد ويعدوكوا بشكل جيد للمشاركة السياسية. انت بتشوف الشباب اللي حواليك يا حسين شايفهم ازاي؟ النسبة المشاركة بفاعلية قد ايه؟ الناس اللي نقدر نقول ان هم مش مندمجين، لسه ما عندهمش هذا الاحساس بالولاء وبالانتماء بالقدر الكافي، شايف دول نتعامل معهم ازاي؟ بص حضرتك، احنا دلوقتي في شباب بيبقى فعلا عايز يبقى قائد، يبقى مثلا يبقى في منصب كويس في يوم من الايام، ان يخلق له المكانه الخاصه مثلا في المجتمع بتاعه. وفي شباب مثلا اصلا ما بتفكرش في مستقبلها وكل همها مثلا تقول ان الدوله هتاكلني وتشربني وتشغلني. فطبعا ده انا يعني انا حتى دي رساله من خلال البرنامج، ان انا اقول ان الشباب ما تطلبش بحقوقها الا ما تعمل واجباتها. احنا دايما بنطلب حقوقنا وعمالين نقول عايزين عايزين وعايزين وعايزين وعايزين، طب ليه ما نجرب ان احنا نقوم باللي علينا؟ وساعتها ربنا بيقول لك اسعى يا عبد ونسعى معاك. يعني بالنسبه للجانب الديني اسعى يا عبد ونسعى معاك، فاحنا نجتهد ونعمل اللي علينا اكيد ربنا يكرمنا. وبالتالي دلوقتي الدوله اصلا بتمد ايديها، يعني بتمد ايديها للشباب. بالتالي احنا المفروض نستغل الفرصه دي، يعني تمكين الشباب بيه اللي بيه المعاهد المعسكرات المؤتمرات الندوات. وبعدين الدوله مش هتشغلك بس هتوفر لك السبل وتوفر لك الـ الحاجات اللي تمهد لك سوق العمل. فانت طور من نفسك واخلق لنفسك الشغل الخاص بيك. جميل. طور من نفسك وهتلاقي هي الفرصه اللي بتجي لك. اخلق لنفسك كيان. الانسان لما يكون له كيان يعني بتلاقي سهوله في انك تتواصل بشكل مباشر مع غيرك من الشباب وتقنعه بالاسلوب الجميل. طبعا في مثلا بمجرد ما انت تتكلم معاه مثلا ونقنعه بالحجه مثلا ونقول والله ده في واحد واثنين وثلاثه، في بيقتنع، وفي مثلا هو شايف هو دماغه مثلا في اتجاه معين فصعب تغيره، او يمكن مثلا في الوقت الحالي مش قادرين نغيره بس بعد كده في امل. بس اكيد في امل طبعا، يعني طبعا اكيد. وده اللي هيخليني اخرج معاك دلوقتي الفاصل عشان نسال برضو الناس، يعني شايفين ازاي ممكن نحمي شبابنا وعقول شبابنا من الأفكار الهدامة اللي ممكن تكون بتراودهم واللي ممكن تكون بتطرح من خلال، يعني أنت عارف مواقع التواصل أحيانا بيكون فيها أفكار فيها شائعات فيها مغالطات كتيرة جدا. إزاي نحمي شبابنا من إن هم يكونوا فريسة لهذه الأفكار الهادمة؟ نشوف معك. انا شايف ان احنا عندنا خطوات مهمه قوي نحمي بيها الشباب. نمره واحد، السيطره على السوشيال ميديا، السيطره على الاشاعات. هنقول بقى غرس القيم والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها مش هينفع تتعمل الا ما يحصل كنترول الاول على الحاجات الدخيله علينا في بلدنا. اولا التوعيه الدينيه دي اهم حاجه، لازم نوعي شبابنا على القيم والاخلاق والدين، لازم نوعيهم ولازم نفهمهم ديننا ماشي ازاي واخلاقنا ماشيه ازاي. انا النهارده ما اجي اقعد معاه اوعي اقول له بلدك محتاجه ايه، انت محتاج من بلدك ايه عشان بلدك تديك ايه. اولا تكون حسن الخلق، تبقى على درجه من الوعي الثقافي، تشوف مين اللي بيحب مصر مين بيكره مصر. المفروض يبقى في رقابه
الرقابة ديت ما بين من بداية من البيت، يعني الأصدقاء مش هم كافيين ان هم يبقوا راقبين على بعض. طبيعي شاب مش هيبص، مش هيهمه مصلحة شاب زميله او صاحبه غير مجرد نصيحة بسيطة. والله المفروض نقلل بالسوشيال ميديا اللي هي مبوظة الدنيا دي، وطبعا قربوا شوية من الدين ونقنن موضوع الفتاوى الدينية ده في وجهة نظري. لازم برضو يبقى فيه متخصصين يفهموا الأولاد إزاي يتعاملوا مع السوشيال ميديا اللي هي بتجيب لهم بتجلب لهم مخاطر كتيرة جدا عن طريق النت والكلام ده. فلازم احنا ما ناخدش من بره، تفهموا ان احنا ما ناخدش من بره غير الافكار الكويسه اللي لصالحنا، مش الافكار اللي هي السيئه اللي ممكن تجلب علينا مخاطر كتير، وخاصه ان هم لسه في سن المراهقه اي حاجه بتشدهم لبره وعايزين يقلدوها حتى لو تقليد اعمى وتقليد غلط. نرجع مره تانية وحسين، عايز اسمع رايك انت بقى، يعني شايف ازاي فعلا نساعد الشباب في ان هم يواجهوا الافكار الهدامه دي وما يبقوش فريسه ليها؟ والله حضرتك من خلال التوعيه والندوات اللي موجوده، يعني مثلا حتى في المعسكر او في اي معسكر بنروح عموما، يعني بيبقى في مثلا المعسكر، يعني مثلا في اخر معسكر هو معسكر رياضة القدم حلوان، كان في ندوات انت اقوى من المخدرات، بتوعي الشباب مثلا في سلبيه ليها من المخدرات والناس اللي بتشرب سجاير، وطبعا ده حاجه هتهدم المجتمع بتاعنا. فمن خلال ندوات وعونا يعني ايه اضرار المخدرات وازاي نقلع عنها، وازاي لو لقينا شخص اصلا مدمن على المخدرات ازاي نحاول نتواصل معاه ونعدل من فكره واسلوبه عشان يقدر يبقى عضو فعال ويبقى نشيط، لان زي ما بيقولوا الجسم السليم في العقل السليم. فما ينفعش يكون واحد اصلا مغيب ومش فاهم اي حاجه ومدمن على شيء معين وبيضره بصحته انه يكون حاجه كويسه في المجتمع بتاعه، وان يكون في يوم من الايام له وضعه ومكانته المرموقه. انت عكستها بقى، بس هي برده كمان هي هم يمشي الاثنين برده، هو العقل السليم برده في الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم مش هنختلف، والجسم السليم في العقل السليم ده اكيد يعني. تمام. فهو حضرتك فعلا فدي من ضمن ادواتنا، هو كان اعرف ازاي نتعامل مع المدمن وازاي مثلا نخليه يقلع عنها. وحتى طبعا شايف ان دي من اكتر يعني المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه الشباب في الوقت الحالي. طبعا الادمان ده طبعا ده ان هو سواء ادمان على التدخين او المخدرات، فطبعا دي حاجه بتهدم شبابنا. وحاجه يعني طبعا الدوله في الوقت الحالي مهتميه بيها بشكل كبير جدا، بحيث ان ما ينفعش يكون انسان مثلا مريض صحيا مثلا هو اصلا مش سليم، وان هيقدر يقود او يكون له مكانه صحيح في المجتمع او ينهب بالبلد دي. البلد دي محتاجه شباب قادر على تخطي الصعاب، قادر على اتخاذ القرار، شباب مفكر مش شباب مثلا مغيب. واعتقد برضو قادر على التفرقه ما بين الاخبار الصحيحه والاخبار الكاذبه، لانه في ناس يعني بتنخدع بالاخبار. حضرتك من ضمن الفعاليات اللي كنا بنحضرها استراتيجيات دوره استراتيجيات الامن القومي وحروب الجيل الرابع، دي كانت دورات تثقيفيه عن توعيه سياسيه، ان نعرف ايه البلد بتاعتنا بتمر بيه، المخاطر والصعاب اللي بلدنا بتواجهها، وان ازاي ما نرميش ودانا ونسمع اي حاجه بتتقال وما نشوفش اي حاجه على السوشيال ميديا ونقول ده ونصدقها. لا، الاخبار لازم ناخدها من مصدر موثوق بيه، لان طبعا الخارج او مثلا اللي عايزين مصر مثلا تبقى في مكانه مش كويسه دايما بيلعب على عقول الشباب والثقافه بتاعت الشعب، واحنا للاسف في مننا كتير بيقبل حاجات وبيحب يجرب سواء صح او غلط، هو مش فارق معاه بس هو عايز يجرب. بس طبعا لا، هو ما يجربش حاجه اذا كان مقتنع ومؤمن ان هي هتفيده وان هي هتساهم فعلا في خدمه وبناء المجتمع، لان بلدنا طبعا غاليه ولازم نحافظ عليها. صحيح. طيب احنا هنخرج فاصل معاكم ومع كل مشاهدينا، نشوف جزء من فعاليات معسكر اعداد القاده ونرجع نكمل حوار. برجع مرة تانية مع ضيفي حسين الصادق. طموحاتك ايه بقى؟ يعني بعد ما دخلت المعسكر دوت واستفدت من كل هذه يعني نقول أنشطة كتيرة تقدمت ليك ولغيرك من الشباب اللي كانوا معاك، أكيد ده شجعك وحمسك إن يبقى عندك أحلام وطموحات أكبر وأهداف أكبر تحققها. طبعا انا يعني اول حاجه اخذتها عهد على نفسي ان انا من ساعه ما جيت المعسكر ده ان انا لكل الناس استفدته وانقله لطلاب الجامعه سواء في كليه التجاره او في جامعه بنها بشكل عام. دي اولا بالنسبه يعني لخدمه صحابي وزمايلي، لان ده يعني دي امانه ولازم اكون قد الامانه اللي انا اديهم معلوماتي وما بخلش عنهم بحاجه. اما بالنسبه على الجانب الشخصي، انا ان شاء الله يعني اتمنى في يوم من الايام ان انا ليه ما اكونش محافظ، ليه ما اكونش وزير، ليه ما اكونش رئيس جمهوريه. والحمد لله يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قالها صريحه وواضحه، انا ههتم بالشباب وهمدي لك ايد، بس هو محتاج الشباب بقى ان هو الشباب عايز، مش الشباب هينام في البيت ويقول يلا بقى، لا ده لازم اشتغل على نفسي واطور من نفسي واكون عضو فعال جوه الكليه في الجامعه في اسرتي في بلدي
بحيث ان انا فعلا في يوم من الايام ابقى حاجه واقدر اخدم غيري واخدم بلدي. بس فانا اتمنى من الشباب كلها انها ما تقتصرش كل حاجه ان انا عايز، لا انت سيب ده كله واعمل اللي عليك، اجتهد واسعى. واكبر دليل ان مثلا السوريين اللي موجودين اللي كانوا بيمروا بظروف قاسيه وصعبه وان هم سايبين بلدهم وجوم ثبتوا نفسهم هنا عن المصريين اللي هم لسه نايمين. طبعا ده يعني مش يقول عشان انا مصري. طب فكره اللي يقول لك ما فيش شغل، لا الشغل موجود. الشغل كل انسان بيخلق. انا لسه طالب دلوقتي وشغال، انا فاتح مثلا مكتبه وشغال لحسابي الخاص، هخلص هتبقى فتره مؤقته بس دي خلقت مني انسان ان انا اقدر اتاجر واقدر اقدر اخلق لنفسي شغل، مش لازم اشتغل. تكتسب خبرات في بالظبط كده. بس هو احسن من لما تبقى قاعد على قهوه او قاعد في البيت. بالظبط. انا بعتبر ان انا فرق بين اي انسان مثلا او اي شباب مثلا هو متكاسل، لان هو عايز يقول البلد عايزه توفر لي مثلا اكل وشرب وشغل، لا انا مش عايز. انا هوفر لنفسي الاكل وهوفر لنفسي الشرب وهوفر لنفسي المسكن وهوفر لنفسي الوظيفه. هو البلد بتمهد لك كل حاجه، محتاجه انسان فعال وان هو يشتغل عشان يلاقي. مش انا اقعد في البيت واقول طب يلا فين البلد هتوفر لي، لا انا لازم اشتغل عشان الاقي. انت بتشوف مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، فانت بتشوف ازاي ممكن فعلا نمحي اثارها السلبيه ونستفيد من ايجابيتها؟ هو حضرتك دلوقتي زي ما حضرتك مشكلتنا يعني كشباب او مشكله الشعب المصري عموما ان هو اي حاجه بتتقال قدام ممكن يصدقها. بس انتوا كمان كشباب ممكن تتواصلوا، يعني ممكن لو حد فيكم شاير حاجه في ثواني خلاص يقنع كل اصحابه وكل زمايله. بالظبط كده. يعني مثلا في اخبار مثلا معينه تتنشر على الفيسبوك مثلا الاقي شير كتير وكومنتات كتير، فهي اصلا معلومه اصلا مش موجوده من خلال مثلا بنبحث عنها، ده ملهاش اساس من الصح. بس احنا دورنا كشباب ان احنا بنكلم مثلا ان الشباب ده مثلا شاير حاجه معينه معلومه مغلوطه، بنكلمه نقول لا ما ينفعش، سواء تحذفها سواء بحيث نخليها تراجع. فطبعا ده دعوه للشباب ان مش اي حاجه يشوفها او اي حاجه يسمعها يصدقها، لازم تاخد المعلومه من مصدر موثوق به، لان طبعا زي ما قلنا ان بيلعبوا على عقول وثقافه الشعب. تمام. واحنا للاسف يعني بنجر في النقطه دي، لكن ان شاء الله انا واثق في شبابنا ان هو فعلا قادر ان هو يتخطى اي محنه مهما كانت. وفي المقابل برضه حسين زي ما قلنا هو سلاح ذو حدين، فانتم ممكن من خلاله تتواصلوا بشكل اكثر ايجابيه وفعاليه يعني. اكيد طبعا. اكيد بسرعه. اكيد طبعا. الوزاره مثلا ما بتنشر على معسكرات وندوات ومؤتمرات، ما دي حاجه فايده ومفيده. تمام. انا يعني سعيده جدا بيك وفخوره جدا بيك وبكل زمايلك، واتمنى ان شاء الله ان انتوا تحققوا كل احلامكم وكل طموحاتكم. شكرا جزيلا حسين الصادق من شباب مصر الواعدين، اللي كان من ضمن الشباب اللي شاركوا في معسكر اعداد القاده، من ضمن مئات والاف الشباب اللي شاركوا واللي اكيد لسه هيشاركوا في المستقبل. كل امنياتنا ليهم بالنجاح والتوفيق، وبنشكر كل مشاهدينا على المتابعه، ونقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده وجميله يا بنات.